جمعية جهات المغرب وكذا باسم المجالس المنتخبة. نحن ننوه ونثمن هذه الخطة التي نعتبرها حقيقة قفزة نوعية، كون أنه أول اجتماع تأسيسي للجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة. طبيعة الحال هذا موضوع شائك منذ الزمان، يعني دائما، واللي الدستور المغربي أعطاه أهمية خاصة، وكذلك صاحب الجلالة نصر الله وأيده جميع خطابات ديالو، خصوصا خطاب العرش الأخير، وانتظارات كثيرة للمجتمع المدني فيما يخص المساواة وتمكين المرأة. المحاور التي جاء بها هذا المخطط هي جد مهمة، لأنها إذا تمكننا من تنزيل ديالها سوف يكون لها أثر يعني كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ونحن نعتبر أن الجماعات والمجالس المنتخبة هي شريك أساسي من أجل تنزيل السياسات العمومية فيما يخص مقاربة النوع. وبطبيعة الحال هذه السياسات كلها أو مقاربة النوع تعتبر مسألة أو نقطة أفقية تلزم علينا نوع من الالتقائية في جميع السياسات، وتلزم علينا أيضا نوع من التعبئة الجماعية مع على المستوى المجالي، أي على مستوى المدن والأقاليم والجهات، من أجل التحسيس والتواصل والتعريف أيضا بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، وأيضا التعريف بحقوق المرأة عند المرأة أولا وعند الأسر. وآخر نقطة هي الدعم اللي يمكن أيضا يكون مشترك من أجل النهوض بحقوق المرأة في عدد من المجالات، بما فيها تحسين ظروف العيش، نقل الصحة إلى غير ذلك. وأخيرا هذا يلزم علينا كما قلت تعبئة، ولكن أيضا نوع من رصد حكمة جيدة داخل المجالس، وهذا هو اللي غادي يمكننا من تحسين مؤشرات ديال إدماج المرأة في المغرب.